وللمزيد حول تطورات الأوضاع في فلسطين مع تزايد الانتهاكات والمجازر في كل من غزة والضفة وحالة الانسداد في مسار التفاوض، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي المختص بالقانون الدولي عبد اللطيف خضر. أهلا بك سيد عبد اللطيف معنا. بداية، يعني بعد 335 يوما من العدوان على غزة، كما تعلم فإن الضفة الغربية تشهد حربا حقيقية واستهدافا ممنهجا للمدنيين. هذه المجازر المتواصلة في غزة والضفة إذا كان هدفها الضغط على المفاوض الفلسطيني، فهل برأيك ستحقق أهدافها؟ يعني بداية، هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وعلى عموم الشعب الفلسطيني كذلك في الضفة الغربية وفي القدس منذ قرابة العشرة أشهر ويزيد، والذي أسفر لغاية هذا اليوم عن استشهاد 45 ألفا من المدنيين الفلسطينيين ووجود ما يزيد على 7000 مفقود كذلك، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى الذين وصل عددهم نحو 100 ألف جريح خلال الأشهر الماضية من أيام هذا العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. المقصود بكل هذا الإجرام الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني هو إنهاء الوجود الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية، وليس لأي أمر آخر مرتبط بالمفاوضات جرى العمل عليها خلال الأشهر والأيام الماضية. فما يحدث هو استمرار لسياسات الفصل العنصري الاستعماري الصهيوني التي تهدف إلى تدمير ما تبقى من حلم الدولة الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في الضفة الغربية وكذلك داخل القدس وفي قطاع غزة على وجه أيضا العموم. فما يحدث اليوم هو استمرار لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بسياسة التهويل وسياسة التهجير وكذلك محاولة تبقى من مسألة الوجود الفلسطيني في فلسطين تاريخيا. طيب، عند الحديث عن الضغط الذي تمارسه سلطات الاحتلال، بما تفسر أستاذ عبد اللطيف تزايد أعداد الأسرى في الفترة الأخيرة مع معاملة ترقى إلى جرائم حرب داخل المعتقلات التي يتوزع عليها الأسرى الفلسطينيون سواء الجدد أم السابقون؟ الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون لا شك أنهم يعانون من الأمرين في السنوات والأشهر الأخيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يحدث في داخل السجون والمعتقلات وكذلك مراكز التحقيق وسياسة إسرائيلية تؤكد على النهج الإبادي الذي تستمر به منذ 7 أكتوبر لمحو الوجود الفلسطيني وكذلك التنكيل بهم على نحو لا يمكن للفلسطيني من الصمود أمامه في ظل الهيمنة الإسرائيلية المدعومة من الدول الغربية والولايات المتحدة على وجه التحديد. فما يحدث اليوم، نحن نتحدث والمرض الفلسطيني، وثقنا المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان وثقنا ورقنا اعتقال ما يزيد على 6000 معتقل منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. نحن اليوم نتحدث عن وجود أكثر من 10000 أسير فلسطيني، ناهيك عن الأعداد الموجودة من المختطفين من داخل قطاع غزة والذين لا يعلم عددهم على وجه التحديد. هؤلاء الآلاف اليوم الموجودين داخل سجون الاحتلال وفي مراكز التحقيق والتوقيف يعانون من ظروف اعتقال في غاية القسوة وفي غاية الصعوبة، يجري الاعتداء عليهم بشكل منهجي وبشكل شبه يومي. يجري حرمانهم من النوم وحرمانهم من الطعام وكذلك من العلاج الصحي، أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفر لهم بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة التي ترعى حقوق الأسرى وقت النزاعات المسلحة، هي اليوم لا تطبق على الفلسطينيين وعلى الأسرى الفلسطينيين في الجنود الإسرائيلي. أستاذ عبد اللطيف، يعني مؤخرا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأوضاع في غزة والضفة، وفي كلمته قال مندوب فلسطين إن الشجب والانتقاد والقلق لا يؤثرون على الاحتلال. أنت متخصص، يعني بصفتك متخصصا في القانون الدولي، ما الذي يملكه مجلس الأمن من أجل وقف العدوان؟ لا شك أن من الناحية النظرية الأمن الدولي يملك من السلطة الفعلية لوقف العدوان الإسرائيلي وإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها وأعمال الإبادة والقصف الوحشي بحق الفلسطينيين والمدنيين
والمستمرة منذ 10 أشهر، هذا من الناحية النظرية، فهو له الحق بالتحرك وفقا للبند الخامس منه، وكذلك فرض العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على دولة الاحتلال وكذلك على كافة الدول التي تدعمه. ولكن من الناحية الأمر مختلف، جميع نعلم أن مجلس الأمن اليوم ومنذ تأسيسه هو محكوم بالإرادة الدول العظمى ولم حق الفيتو، لذلك نحن رأينا خلال الأشهر الماضية من هذا العدوان استعمالات المتحدة لحق نقض الفيتو عديد المرات في محاولات منها إلى وقف استصدار قرارات بشكل صارخ العدوان الإسرائيلي المستمر، وتدعو إلى وقف هذا العدوان على ملزم، وبذلك يكون هنالك التضارب ما بين الأمور النظرية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الأمن الدولي والواقع الفعلي اليوم وما يعيش العالم أجمع وليس فقط المؤسسات الأممية من الهيمنة الأمريكية الكاملة على النظام العالمي اليوم، ووقوفها ومساعدتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي عبر كل الوسائل والسبل. شبكة ان بي سي استاذ عبد اللطيف، ولكسب الوقت دعني اطرح عليك سؤالي الجديد، يعني شبكة ان بي سي الامريكية نقلت عن مصادر مطلعة ان ادارة بايدن تدرس طلبا لعائلات المحتجزين عقد اتفاق مع حماس لا يشمل اسرائيل، كيف تقرأ هذا الطلب وابعاده، وما الذي يمكن ان تقدمه امريكا كضمان فيما لو جرت مناقشة مثل هذا المقترح؟ باعتقادي الشخصي لا يوجد ضمانات يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للطرف الإسرائيلي ولكذلك الطرف الفلسطيني، لأنها ليست بضامن وليست بطرف نزيه وليست بطرف حيل، هي شريك في الحرب وهي داعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من اليوم الأول. الحرب الإسرائيلية وهذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني لو لم يكن مدعوما بالضوء الأخضر الأمريكي الكامل وبكل الدعم العسكري الامريكي الذي تدفق الى دوله الاحتلال الاسرائيلي خلال الاشهر الماضيه على نحو غير مسبوق في تاريخ العلاقات الامريكيه الاسرائيليه لم يكن يستمر هذا العدوان. بالتالي هذا التدفيق الامريكي للاحتلال في عدوانه واجرامه واعمال الاباده بحق الاطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين لن يكون طرفا فيها ولن يكون طرفا محايدا، وبالتالي لن فأن أي موقف من مواقف الطرف الفلسطيني لأنهم أول ضحاياه، فهو من يعمل على إبادتهم وقتلهم، لذلك أي تحركات في هذا الإطار أعتقد بأنها من باب الضغوط التي تمارس من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومة الإسرائيلية ابتداء وكذلك على الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي لوجود عدد من الأسرى في حوزة المقاومة الفلسطينية ممن يملكون الأمريكية كذلك. طيب في ظل كل هذه المعطيات أستاذ عبد اللطيف، ومع توسع دائرة الحرب، هل من أفق تراه لحل هذه الأزمة؟ لا شك أن هذا العدوان الهمجي والوحشي الذي يطال الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر على نحو غير مسبوق منذ النكبة الفلسطينية أو النكسة الفلسطينية، اليوم الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية، الشعب الفلسطيني يعاني من العدوان على قطاع غزة وبذات الوقت يعاني من إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، الضفة الغربية التي وخلال الأشهر العشر الماضية منذ 7 أكتوبر استشهد فيها نحو 680 فلسطينيا على يد سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين. بالتالي انتهاء هذه الحرب هي منوطة بأمرين اثنين، الأمر الأول هو صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ولا شك أن هذا الأمر هو أمر مؤكد وحتمي، والأمر الثاني الفلسطينية ماضية ومستمرة في الدفاع عن حقها وعن شعبها وعن وجودها، والأمر الآخر هو الإرادة الدولية الضاغط على دولة الإسرائيلي بطريقة جدية إلى وقف هذا العدوان وهذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي باتت عبارة عن نقطة سوداء كبيرة بحق البشرية وبحق الإنسانية ودول العالم التي تدعي الحقوق والمدنية والحضارة. من اسطنبول المحلل السياسي المختص بالقانون الدولي عبد اللطيف خضر، شكرا جزيلا لك.